وينضم إلينا للحديث عن التهديدات الأمريكية لكافة القوى في العراق لتسليم سلاحها في وقت تتحدث الأطراف السياسية في العراق عن خطورة سحب واشنطن سفارتها وبعثتها الدبلوماسية من العراق. معنا من إسطنبول العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، مرحبا بك معنا. حياكم الله، مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بكم. الخارجية الأمريكية تطالب جميع الأطراف في العراق بتسليم أسلحتها والتصرف بمسؤولية، والسؤال يدور هنا عن الجهات التي تقصدها واشنطن والتي لم تسميها. نعم، لا شك بأنه الوضع في العراق يزداد تصعيد من قبل جميع الأطراف المعنية بالصراع، سواء كانت الميليشيات المسلحة أو كانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعاني الآن في العراق من إشكالات الضربات الصاروخية التي تقوم بها هذه الميليشيات. بداية دعني أقول بأن إيران بعد مقتل سليماني أدركت بأن مشروعها في العراق يعاني من إرباك وضعف كبير، وبالتالي يجب أن تكون هناك مراجعات. من ضمن هذه المراجعات هو استحداث استراتيجية جديدة تتضمن عمل استراتيجي متكامل يتضمن إدارة الإمكانيات والقدرات العسكرية المسلحة والقوى البشرية والسياسية أيضا لمواجهة التحديات في الساحة العراقية، سواء كانت الداخلية أو الإقليمية أو الدولية المناهضة لها. وبالتالي النفوذ الإيراني يعاني من التواجد الأمريكي في العراق المصر على البقاء، ويعاني من توجهات حكومية جديدة مقلقة للجانب الإيراني، خصوصا مع وجود اقتراب الانتخابات المبكرة التي دعا لها رئيس الوزراء، وهناك تخوف من انقلاب الحاضنة الشعبية. نعم. على الطبقة السياسية والنفوذ الإيراني الموجود في العراق، وبالتالي هناك إشكالات حقيقية من طموحات رئيس الوزراء الجديد ومن طموحات الشارع الذي يريد استعادة الدولة. وبالتالي تم إنشاء يعني الكثير من الميليشيات خلال هذه الفترة، من ضمن هذه الميليشيات سرايا أصحاب الكهف، عصبة السائرين، سرايا ثورة 20 الثانية، قوات ذو الفقار، سرايا المنتقم، أولياء الدم، ثأر المهندس، قاسب الجبارين، الغاشية، أحرار كردستان، وربع الله، وحركة أهل الجداحة. جميع هذه الميليشيات هي ميليشيات جديدة. نعم. ولكن عندما تخاطب الآن الولايات المتحدة الأمريكية، هي تخاطب قسم من الميليشيات التي تنضم تحت لواء الحشد الشعبي. نعم. أي هيئة الحشد الشعبي. إذن هو يخاطب ميليشيات ضمن الجسم الرئيسي للقوات المسلحة العراقية، وضمن وميليشيات هي خارج هذا الإطار، وهذه هي الميليشيات الجديدة التي تم تشكيلها. تمام. ضمن الاستراتيجية الأمريكية الإيرانية الجديدة. طيب، يعني تصريح الخارجية الأمريكية بهذا الشكل من ناحية أخرى، ألا يعكس عدم ثقة الإدارة الأمريكية بحكومة الكاظمي، وبالناحية أخرى فشل الحكومة بالإيفاء بتعهداتها حتى اللحظة؟ نعم، هذه هناك حقيقة هناك تطور في العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الكاظمي في أمرين. أولا، بأن الإعفاءات التي كانت تعطى للحكومة باتجاه إيران لاستيراد الغاز وشراء الكهرباء تم تجديدها لمدة 60 يوم، كانت تمدد في المرة السابقة لأكثر من 120 يوم، هذه المرة 60 يوم. المسألة الأخرى، هناك تهديد بإغلاق السفارة. أنا أعتقد بأنه الإشكال كبير جدا في مسألتين. المسألة الأولى بأن واشنطن تريد من حكومة الكاظمي أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه عند زيارته لواشنطن، وبالتالي يجب أن يكبح جماح هذه الميليشيات وبصورة عاجلة. أما بالنسبة للكاظمي فهو يرى بأن مثل هذه الإجراءات قد تأخذ وقتا طويلا، وبالتالي لا يمكن الإيفاء بما تم الاتفاق عليه. لذا نرى بأن التصعيد هذه المرة هو تصعيد حقيقي في إطار حملة الضغط الأقصى التي تمارسها إيران ضد طهران، والآن ضد الحكومة العراقية، بأننا نستطيع أن نفعل الكثير إذا لم يتم الاستجابة لما يتم الاتفاق عليه. تمام. لكن في المقابل، ماذا عن المؤسسة العسكرية والأمنية الموجودة في البلاد؟ أين موقفها؟ ما موقفها من هذه المجريات؟ نعم، دعني أقول بأنه هناك كثير من الأطراف السياسية الداخلية والخارجية عملت طوال الفترة الماضية على إضعاف المؤسسة العسكرية العراقية، يعني بحيث هذه المؤسسة لم يتبع فيها الأسس والمعايير الحقيقية في بناء الجيوش الحديثة، لذا فهي مخترقة بشكل كبير جدا. طبعا من هذه الأطراف إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل لا يريدون أن يكون هناك مؤسسة عسكرية عراقية
قادرة على الدفاع عن الوطن وقادرة على لجم العصابات التي تعمل خارج إطار الدولة، وبالتالي هناك مشكلة حقيقية في بنية هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهناك اختراق كبير لهذه الأجهزة من قبل الميليشيات ومن قبل إيران. لذا نرى بأن اعتماد الحكومة على جهاز مكافحة الإرهاب وعلى جهاز المخابرات الذي كان يديره رئيس الوزراء في الفترة السابقة، أما بقية الأجهزة فليس هناك اعتماد كبير جدا من قبل الحكومة على هذه الأجهزة، لذلك هي تفشل في مواجهة الميليشيات لأنها تعلم بأنهم سيطروا على مفاصل حيوية ورئيسية في هذه الأجهزة، وبالتالي أي عملية يمكن أن تقوم بها الحكومة بهذا الاتجاه قد تسبب إشكالات داخلية كبيرة جدا. طيب الآن على ما يبدو أستاذ سيادة العقيد، على ما يبدو أن الأمور وصلت إلى درجة يعني من السخونة بين هذه الميليشيات وبين الطرف الأمريكي بشكل واضح، يعني الطرف الأمريكي دعا الميليشيات إلى التخلي عن سلاحها، في المقابل الميليشيات تصر على التمسك بهذا السلاح وعلى استهدافها للمصالح الأمريكية والبعثات الدبلوماسية. باعتقادك ماذا تحمل الفترة القادمة القريبة من تطورات في هذا الشأن؟ نعم، لا شك، دعني أقول بأنه الخيارات ليست كثيرة لجميع الأطراف. يعني عندما نتكلم الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، قامت بالفترة السابقة باتخاذ العديد من الإجراءات، من ضمنها الانسحاب من القواعد التي كانت يمكن أن تشكل تهديد على قواتها البقاء فيها، يعني وبقيت في قاعدتين فقط، قاعدة حرير وقاعدة عين الأسد. إضافة إلى ذلك تم نشر بطاريات صواريخ الباتريوت، إضافة إلى ذلك منظومة السيروم. لذلك أنا أعتقد بأنه خيار الدفاع عن النفس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو حاضر الآن في جميع الحالات. يعني إذا كان هناك استهداف مباشر وخسائر أمريكية سيتم الرد على هذه الميليشيات بشكل كبير جدا، ولكن أنا أعتقد بأنه هناك محددات الآن لتطور الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الميليشيات، وهو اقتراب الانتخابات الأمريكية الآن، وبالتالي هم يحاولون أن يتجاوزون هذه العقبة إلى ما بعد الانتخابات، بالمقابل بأنه إيران والميليشيات تريد التصعيد أولا في سبيل إضعاف حضور الرئيس ترامب في الفوز بفترة ثانية. إضافة إلى ذلك هم يحاولون الآن أن يسيطرون على الوضع في العراق، لأنه عملية سيطرة الحكومة على الأوضاع في العراق بمعنى ضعف نفوذهم وتقليصه بشكل كبير جدا، سواء كان السياسي أو سواء كان المسلح، وبالتالي أي إجراءات يمكن أن تقوم بها الحكومة الآن ضد هذه الميليشيات قد تجر البلاد إلى حرب داخلية، وهم يعرفون النتائج بأنها ستكون مدعومة من قبل إيران، إضافة إلى أنه الصراع الآن يحتدم بين تيارين شيعيين، أحدهما مدعوم من قبل إيران والآخر مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنت سبقتني للسؤال الأخير في الحقيقة حول مستقبل البلاد في ضوء هذا الصراع الجاري حالياً، ما موقف مصطفى الكاظمي من كل ذلك برأيكم؟ نعم، أنا أعتقد بأن الحكومة يعني خياراتها ليست كثيرة، يعني وأنا قلت بأنه إذا قامت الحكومة الآن بعملية التضييق فإن ذلك سيؤدي إلى تنافس وتناحر شيعي داخلي كبير جدا، وإذا تم تجاهل هذه الميليشيات فنفوذها سيتوسع وتكون له السيطرة الأولى على واحتواء الشارع الشيعي بشكل كبير جدا. إذن الخيارات ليست كثيرة، ولكن هناك الآن مساعي داخلية لاحتواء عملية عدم ضرب السفارة، المواقع الدبلوماسية والأرسال الأمريكية من قبل كثير من الشخصيات الشيعية في سبيل تجنيب الجهات الموجودة الآن سواء كانت الحكومة أو الميليشيات الصراع الذي يمكن أن يحتدم ما بين الطرفين. لذلك خياراته ليست كثيرة، هو يحاول الآن عملية إعادة الثقة بالأجهزة الأمنية من خلال إجراء الكثير التي تجري الآن في المؤسسة العسكرية، ويحاول الآن الضغط على السياسيين لتكوين جبهة سياسية عريضة تكون معارضة للتوجه التي تقوم به الميليشيات، وهناك أيضا الآن حراك دبلوماسي باتجاه إيران لاحتواء هذه الميليشيات ولجمها في سبيل أن تمضي المصالح بالنسبة للعراق أو بالنسبة حتى لإيران، إذا ما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على العراق فإنه إيران ستكون هي الدولة الأكثر تضررا من فرض هذه العقوبات. شكرا جزيلا لك العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام.